معانا دلوقتي فقرة لذيذة ودمها خفيف قوي، وهي بتتكلم عن جائزة الدولة للمبدع الصغير اللي كان ليها ثمار إيجابي واستثنائي في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وده بعد ما قرر المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل ترجمة أعمال الفائزين لكتب وقصص مطبوعة، وده اللي طرحها في أجنحة وصالات العرض في معرض الكتاب. أبرز الكتب دي كانت لسيلينا سمير، واللي كانت عن نص مسرحي كتبته بعنوان خليك جميل ومبتسم، اسم حلو قوي قوي هنتكلم عنه أكتر بتفاصيل. كمان كتاب تاني للطفلة لوجين تحت عنوان أنا بنت مصر، اسم كبير قوي لطفلة لسه عندها 11 سنة. سيلينا ولوجين موجودين معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر، خلونا نعرف تفاصيل أكتر، يكلمونا عن أولى أعمالهم الأدبية. نرحب بيكم، أهلا أهلا يا أهلا يا أهلا، منورين. إيه جمالكم ده؟ سيلينا ولوجين 10 سنين 12 سنه و11 سنه، صح كده؟ نبتدي الاول معاكي يا سيلينا. فاول حاجه انت عملتي نص مسرحي، تمام؟ تعرفي ايه عن النص المسرحي؟ انت عندك 12 سنه، يعني هو انا ايه حلاوتك دي؟ انا بمثل مسرح من وانا عندي تقريبا 5 أو 6 سنين. اوكي، فبالتالي انا عارفه قواعد كتابه المسرحيه ويعني قواعد المسرح بشكل عام. فانا في الاول يعني حبيت ان انا اجرب، ليه ما اجربش ان انا اكتب مسرح، مش انا اللي امثل، انا اللي اكتب. فقلت اجرب ومش هخسر حاجه. اوكي، جربت بقى، وساعه لما كنت يعني لما خلاص كنت هبدا اكتب، فقلت انا ما عنديش معلومات كفايه. دخلت بقى على جوجل، فرمت جوجل، برافو، فرمته لحد ما جبت كل حاجه بان انا بقى ايه اقدر ان انا اكتب نص صغنن كده وخفيف وفي كل حاجه زي الفل. بس هنتكلم احنا عن كل حاجه اللي زي الفل دي، يلا ماشي. لازم نعرف تفاصيل، لكن خلينا الاول نروح للوجين ونبارك لكم طبعا انتوا الاثنين على كتبكم اللي موجوده في المعرض. انا بنت مصر ده عنوان كبير قوي، كتبتي ايه تحتيه؟ هو انا طبعا الاول انا سمعت اغنيه انا ابن مصر، فانا اتغصت وقلت ليه ما فيش بنت انا بنت مصر. ايوه بقى، في الملوك ملكات زمان زي حتشبسوت وزي نفرتيتي، وفي ملوك كتير وملكات. فانا بجد اتغصت جدا لما سمعت الاغنيه، قلت ليه بقى ما فيش انا بنت مصر، فرحت الفت قصيده انا بنت مصر. طب احنا عايزين نعرف كتبت ايه في القصيده، قول لنا حتى بدايتها. انا بنت مصر جوه التاريخ وفي كل عصر، سجني صغير عندي حلم بألف نصر، انا بنت مصر علمونا في مدرستنا الجنود يحموا الحدود، وان مصر الغالية بلدي وانها كل الوجود، مصر فوق تاج العروبة، مصر حافظة للعهود، مصر شايلة الحمل دايما، مصر أمة للخلود، أنا بنت مصر جوه التاريخ وفي كل عصر. الله الله عليك. طيب سيلينا، يعني انت عملتي نص مسرحي اسمه خليك جميل ومبتسم. تمام. انا بصي من ساعه ما سمعت اعمل كده والله بجد، يعني خليك جميل ومبتسم، يعني يعني احنا قادرين نشوف ده في شخصيتك على فكره، يعني واضح ان انت من الشخصيات البشوشه يعني عندك كاريزما حلوه كمان. ولمضه جدا من قبل الهوا كمان. احكي لنا ليه سميتيها بالاسم ده؟ هو اصلا النص بيتكلم عن التنمر، وانه التنمر ده حاجه وحشه وحشه قوي. عرفت منين بقى؟ كان بيحصل موقف زي دي كتير قوي عندي في المدرسه كتير. بتنمروا عليكي؟ لا مش عليا. بتنمري عليك؟ مش بتنمر، انا ببقى مشاهد بس. ببقى مشاهد. فقلت يعني ليه مثلا حاجه زي كده ما ترجمهاش في شكل مسرحيه. فهو اسم خليك جميل ومبتسم ده، هي بنت يعني حوالي 19 20 سنه بتتعرض للتنمر بقى ايه بسبب زياده وزنها. فبتتعرف على بنت تاني برضو بتتعرض للتنمر عن طريق الانترنت، فبيتفقوا مع بعض ان هم هيعملوا حاجه زي جروب هيكون اسمه خليك جميل ومبتسم. الجروب ده هيكون ايه؟ كل حد هيدخل هيقول هو اتعرض للتنمر بسبب ايه، ونحاول انه اللي تعرض للتنمر بسبب الحاجه دي محدش يتنمر عليه تاني خلاص، فبذلك يقل التنمر شويه. فهو اسم المسرحيه كان اسم الجروب اللي كان يعتبر شويه حل مؤقت، زي حل مؤقت للمشكله دي. طب انت قلتي ما كنتش اعرف قواعد كتابه النص المسرحي،
ايه هي قواعد كتابه المسرح المسرحي؟ طيب انا شخصيا ما اعرفش. ماشي. فطبعا احنا بنسال دلوقتي اهل التخصص. هو النص المسرحي اهم حاجه ان هو الحوار يكون سلس، يكون في تراتب للاحداث، مفيش حدث يجي قبل حدث، يعني يكون كده في هدوء، والحدث اللي ينفع يجي في الاول هو اللي نبدا بيه، والحل تكون هو اللي في الاخر او في يعني هو بيبقى عباره عن بدايه ونهايه. قضيه في قضيه او في قصه وفي النص في قصه حبكه قضيه حاجه زي كده. فبطلع الفكره اللي انا عندي ازاي عن طريق كذا حد بيتكلم مع بعض وبكتبه، بتكون هي المسرحيه بس كده. ده ابسط تعريف. عظيم. لجين انت خدعتينا، انت عارفه كده تباني هاديه في الاول وساكته كده، بس انت قاعده مركزه وعارفه وتقيله كده، وعارفه انت بتقولي ايه كويس قوي، وفاجئتينا بابيات شعر حلوه جدا. وانا عاجبني فيكم انتوا الاثنين ان انتوا سابقين سنكم، او يمكن خلاص ده الجيل الجديد بقى، ما اعرفش يعني. انتوا عندكم معرفه جامده جدا، وزي ما انت قلتي يا سيلينا انا دخلت وفرمت جوجل وعرفت اجيب المعلومات والحاجات دي كلها، وانت يا لوجين بتقولي انا سمعت الاغنيه استفزتني حبيت ان انا اعمل حاجه ثانيه. للبنات انت النهارده بتتعلمي ازاي وعايزه تعملي ايه؟ يعني هل انت عايزه تعلمي لغه عربيه فصحى؟ مين علمك الشعر؟ يعني سمعتي مين شاعر فقلتي الله انا عايزه ابقى كده؟ هو انا الاول وانا عندي سنين بابا بيكتب شعر، فابتديت اسمعه، فابتديت قلت له يا بابا انا عايزه اجرب ان انا اكتب شعر. فابتديت اقول له يعني عايزه اخد ورش وكده، ابتديت اخد ورش في علم العروض وعلم الوزن وكل حاجه. ابتديت اخد ورش، وكنت لسه اصلا مخلصه ورشه في الشهر اللي فات، مخلصه ورشه مع الشاعر الكبير احمد عنتر. والمركز القومي لثقافه الطفل هو اللي كان عامل الورشه، يعني انا بجد بشكرهم جدا. هو انا وانا عندي 6 سنين بابا ابتدى ان هو يقول الشعر، قلت له انا عايزه اخد ورش علشان اتعلم الشعر واكتب. فابتديت بقى وانا عندي 9 سنين، ابتديت ان انا اشوف المبدع الصغير، مثبت المبدع الصغير من على طريق صفحه المدرسه. فابتديت اخش على جوجل وابص على الشروط واشوف ايه يعني هتحطي كام قصيده، لقيتهم 5 قصايد. انا كاتبه 5 قصايد، انا بنت مصر وانا اسمي لوجي واوعدك واسرتي وبابا قال لي، هما الخمسه. فابتديت بعد ما شفت الشروط بقى ابتديت اكتب القصايد بالراحه بقى خالص. انا طبعا شفت الاول اغنيه انا ابن مصر، فابتديت اكتب انا بنت مصر، وبعديها كتبت انا اسمي لوجي واوعدك واسرتي وبابا قال لي، ابتديت اكتبهم بقى. وابتديت لما كل شويه بتحسن اكتر بتحسن اكتر. في حاجه بتحسيها صعبه وانت يعني في حاجه، في صعوبات بتقابلك؟ هو الاول كان يعني سنة صغنون خالص، بس ابتديت بقى اتحسن اكتر واتكون ان انا اعرف العروض وكل حاجه لحد ما انا مع حضرتك دلوقتي منورانا. طبعا طبعا انتوا الاثنين واخدين جايزه المبدع الصغير. سيلينا فرقت عندك في هذه الجايزه؟ طبعا من ارفع الاوسمه التي تمنح للاطفال. اول حاجه ان هي خلتني اكتشف ان انا عندي موهبه كتابه المسرح. يعني انا كنت بكتب، بس كنت بكتب زي حاجه مشاهد صغيره، لكن في الجايزه انا كانت دي اول مسرحيه كامله اكتبها، فدي اول حاجه. تاني حاجه انه يعني الاهتمام طبعا من السيد انتصار السيسي والسيد عبد الفتاح السيسي، فهي الاهتمام بيها حاجه كويسه جدا للاطفال. ويعني انا اتبسطت ان لقيت في جايزه بس للطفل وبتدعمهم بقى، وانه بيعدوا على كذا مراحل علشان حتى ايه يعني بيتصاعدوا علشان ما حدش يحس ان هو اقل من حد، والاهتمام بيكون ليهم كلهم. فانا دي حاجه انا اتبسطت منها. طب انت عايزه تكملي في كتابه النص المسرحي، ولا حابه انك يبقى ليكي دور في المسرحيات دي بعد كده؟ عايز تعملي ايه؟ لا انا يعني هي بتمثل صح؟ انا بمثل من وانا صغيره، بس وهفضل بمثل، مش هوقف تمثيل، بس برضو مش هوقف كتابه مسرح لاني حبيتها. ربنا يوفقك. انتوا عملتوا طبعا حفل توقيع في المعرض، مش كده؟ احكي لي بقى عن تفاصيل حفل التوقيع كده، ومين اللي كان موجود؟ جايبين لنا نسخ ولا لا؟ جايبين بقى مين؟ جايبين موقعين ولا مش موقعين؟ هنوقع لسه. هنوقع معلش عشان هنعمل حفل توقيع هنا بعد الحلقه. حاضر. يلا احكوا لنا بقى عن اللي حصل في المعرض. هو انا عملت حفل توقيع في معرض الكتاب، كان يوم الخميس اللي فات. تمام. وكان معايا السيناريست وليد كمال،
هو اللي ابتدى ان هو يتكلم معايا ويقول لي انت ازاي قدمتي في الجائزه وقصايد ايه، وابتديت ان انا اقول القصايد. دي ندوه يعني، كانت ندوه كاتب وكتاب حفل التوقيع، حفل بس توقيع. كانت ندوه في نفس الوقت يعني الاثنين في نفس الوقت في معرض جميل. الكتاب جميل. قاعد يناقشك في الكتاب بتاعك في في الكتابه وازاي اتعلمتي وابتديت اقول له بقى المراحل وكده. انا حابه القي عليكم قصيده غنوه طفله صغيره. طبعا هنسمع، اتفضلي. ورقه وقلم وحلم طفله صغيره كلمتها توصل للسما، غنوة بسيطة قصيرة، ورقة وقلم لساها في بداية الطريق، ماشية في سكة منورة، تفتح كتابها لأجل ما تشوف الطريق، تضحك بفرحة ضحكة حلوة وسكرة، الاسم لوجي وأهلها عايزينها وردة معطرة، تمشي الطريق وتكمله تنجح ولا ترجع ورا، ورقة وقلم وفراشة طايرة في الهوا في عيوني طفلة صغيرة، ورقة وقلم وحلم طفلة صغيرة. شكرا. الله على الأداء كمان. طب لوجي انت باباكي ساعدك شوية ولا لأ؟ هو أنا في كتابة القصيدة دي؟ لأ دي لأ. لأ؟ كتبها عن نفسها تقريبا. طب أيوه. طب انت المفردات بتبقى صعبه يعني، انك تلاقي مفردات دايما تليق على بعض، يبقى فيه الوزن والقافيه، ده الصعوبه اللي بيواجهها اي شاعر. بتعملي ايه عشان يبقى عندك مخزون كافي من المفردات؟ هو انا زي ما قلت لحضرتك طبعا انا باخد ورش او خدت ورش من وانا عندي 6 سنين، باخد ورش علشان ابتدي ادخل في علم العروض والقوافي والاوزان والبحور وكل حاجه. بس عشان يبقى عندك المفردات بتقري مثلا في معجم يعني بتعمل بقرا الشعراء زي مثلا صلاح جاهين، هشام الجخ، بقرا الناس كتير طبعا. برافو عليك. طيب ده عظيم جدا. يا سيلينا انت انت عامله مسرحيه تمام، وعلى ما اعتقد انه بدايتك كممثله ساعدك في الكتابه جدا صح، لان انت وانت بتكتبي عارفه الممثل وهو واقف على خشبه المسرح هيأدي الكلام ده ازاي، او ممكن يبقى ايه احساسه في الموقف ده فهيقول ايه وقتها، فهو يعني ان انا التمثيل ساعدني في الكتابه والكتابه ساعدتني في التمثيل، الاثنين حسيتهم بيكملوا بعض. انا عايز يعني ايه لو حافظه مشهد كده ولا حاجه من مسرحيه انت مثلتيها، حافظه مشهد تقدري تمثليه كده دلوقتي؟ صعب دلوقتي مش ممكن. لا ماشي خلاص مفيش مشكله. مره ثانيه ماشي. طب انت يا سيلينا يعني عايزه اسالك على حاجه، دايما الفنان ده بيبقى عنده كده مصادر الهام بتجيله كده، انت عشان تقعدي تكتبي وتكتبي نص مسرحي محتاجه انك حاجه تلهمك، حاجه كده تستوحي منها الكتابه بتاعتك، ايه اللي بيلهمك يعني، او ايه المود اللي انت بتبقي فيه تقولي الله انا هقعد اكتب دلوقتي؟ هي مش بيبقى وقت معين او مود معين او حاجه معينه تلهمني، بس مثلا قاعده كده سرحانه فجاه تجيلي فكره وانا قاعده هاديه، اهم حاجه ان انا ابقى هاديه وانا بقرا وانا بكتب وانا بحضر المسرحيه امثلها، لازم ان انا ببقى قاعده قافله الاوضه على نفسي وهاديه كده، تيجي الفكره اقوم كاتباها. دي طقوس الكتابه بتاعتك بقى؟ بتاعتي. انت محافظه ايه؟ انا محافظه اسيوط. وعايشه ومقيمه في اسيوط؟ ده عظيم جدا. البدايه كانت فين بقى؟ في اسيوط، في مركز ثقافه قصر ثقافه اسيوط، قصر الثقافه اللي هو رئيسه استاذ ضياء مكاوي، فهو يعني ساعدني جدا. وفي التمثيل اللي ساعدني قوي ورشه ابدا حلمك، انا كنت الطفله الوحيده اللي في الورشه فيعني دخلتها باستثناء بعد ما استاذ احمد طه شافني ويعني شافني وانا بمثل فقال خلاص مش مشكله ان انا ادخل. واللي ساعدني شويه وانا ببدا ان انا اعرف القواعد بتاعه المسرح، انا كنت عارفه شويه بس ما كنتش عارفاهم كلهم. فاللي ساعدني عارفه منين؟ كنت عارفه شويه منين؟ من ان انا بمثل، ان انا بقرا مسرحيات. من قبل التمثيل اقصد يعني، يعني من قبل التمثيل؟ لا من قبل التمثيل ما كنتش اعرف حاجه، بدات امثل وبدات ان انا اقرا مسرحيات فبدات ان انا افهم. واللي ساعدني ان انا افهمهم اكتر استاذ نعيم الاسيوطي. طب خليني اسالكم السؤال ده ليكم انتوا الاثنين، هبتدي معاكي يا سيلينا. الوقت يعني دايما في السن بتاعكم ده، انا افتكر يعني كنت احب اروح اركب عجل، اروح العب في النادي، انتوا بتلاقوا وقت منين ما بين النهاية الدراسه؟ في النهاية ما طلعتيش زيهم. عندك حق يعني. الكاتب ليه كده؟ ان شاء الله 12 لا 12 سنه وموقعين. زميلنا
احرجني قوي بس عادي هعدي. ما احرجتيش ما تقلقيش. طيب احنا دلوقتي بتكلم ان انتم بتلاقوا وقت منين؟ يعني انتم ما بين دراستكم وما بين ان انتم محتاجين، عرفت منكم قبل الهوا ان انتم جايبين كام درجات حلوه في الدراسه. واكيد بتحبوا تلعبوا وتشوفوا اصحابكم، بتلاقوا وقت منين تقعدوا بقى ان تمارسوا الهوايه بتاعتكم دي؟ اول حاجه لازم ان انا ابقى منظمه الوقت، ان وقت هذاكر فيه، وقت هنام، وقت هاكل، فيبقى فيه كده تنظيم. وفي ايام ممكن اخدها كلها مثلا ان انا العب، اذاكر، يبقى مثلا عندي امتحان فانا اذاكر له. فلازم ان انا بحاول ان انا اهتم بكل حاجه حواليا بس في نفس الوقت. بتدي كل حاجه وقتها يعني؟ بالظبط، مفيش حاجه بتاخد اقل من وقتها ومفيش حاجه بتاخد اكتر من وقتها عشان ما تقصرش. هو طبعا هي زي ما قالت سليم كل اللي هي قالته صح. ممكن ان انا اعمل ايه؟ ممكن مثلا انا عندي امتحان بكره اذاكر له النهارده، مثلا بعده انا ما عنديش امتحان، ابتدي ان انا امارس هوايتي. صحابي مش مهم يعني دلوقتي، شوفهم في المدرسه وخلاص. انا هبتدي اعمل جدول مثلا، لان انا هذاكر في اليوم ده، همارس هوايتي في اليوم ده، هعمل كذا اليوم ده، هعمل كذا الساعه كام كده. يعني انا بعمل كده عندي في البيت علشان ابتدي ان انا انظم وقتي، علشان برضو الشعر ياخد حقه، هوايتي تاخد حقها، والمذاكره تاخد حقها، علشان برضو الاثنين يبقوا متوازنين. برافو والله. طب هتسمعين حاجه دلوقتي؟ اه يلا بينا. احنا اطفال مصر الحر، مهما تكون السكه بعيده، هنقولها للعالم بره، احنا بنبني دولة جديدة، احنا تاريخ وحضارة قديمة، شوف معابدنا والاهرام، بلدي بتعمل حاجة عظيمة، هنحقق كل الاحلام، خطوة بخطوة مليون فكرة، ماشي يا سيسي وراسك فوق، واحنا الجيل الجاي لبكرة، من الضلمة جايين يا شروق، حلوة يا بلدي وحلوة الصورة، احنا الجيل الحر الغالي، رايتك فوق دايما منصورة، قلناها بالصوت العالي، مش هنقول ابنيها يا سيسي، لأ رح نبنيها وياك، انت حبيبي وانت رئيسي، والمستقبل حلو معاك. السلام عليك. مين بيعلمك الإلقاء؟ الإلقاء أنا كنت بسمع بابا وهو بيكتب وهو بيلقي الشعر، بس أنا كان عندي يعني أصلا الإلقاء والكتابة موهبة كده صغنونة، بس بابا وماما طبعا ابتدوا ينموها، وأنا بشكر المركز القومي لثقافة الطفل والمركز الأعلى للثقافة، وبشكر السيدة انتصار السيسي والدكتورة إيناس عبد الدايم الوزيرة السابقة والدكتورة نيفين الكيلاني، بشكرهم كلهم عشان هما اللي خلوني نموا موهبتي طبعا بعد ماما وماما، مع بابا وماما هما اللي ابتدوا يناموا موهبتي. طب احنا دلوقتي اعتقد ان احنا دخلنا مرحله ثانيه، يعني احنا ما شاء الله يعني عمالين نطلع مراحل وبسرعه، يعني احنا خدنا الجايزه، وبعدين عنك انت كتبت النص وانت كتبت الشعر، بدانا نعمل كتب وندخل معرض الكتاب، اللي جاي ايه بقى في الموضوع ده؟ ناويين تاني نعمل كتب ثانيه، نكتب حاجات ثانيه؟ ان شاء الله. احنا طبعا انا وسليم او كل الفايزين في المبدع الصغير ان شاء الله. انتوا اصحاب اصلا؟ إيه؟ ما تعرفنا على بعض من الجايزه. من الجايزه بقى، يعني بقالكم 3 سنين صحاب دلوقتي. هو طبعا احنا لازم نكمل في مشوارنا، لان انت لازم يكون عندك ثقه بالنفس ان انت تعمل ديوان زي ده او كتاب زي ده، زي المسرحيه بتاعت سليم. ممكن انت لو ما عندكيش ثقه بالنفس انت مش هتعرفي تشتغلي خالص، موهبتك هتروح. لازم ننمي الموهبه علشان نوصل للمكان اللي احنا عايزينه. سلينا. انا طبعا مش هوقف طبعا كتابه المسرح، ولا هوقف اي حاجه من اللي انا بدات فيها، وعايزه ان انا انمي. يعني مثلا المسرحيه دي من فصل واحد، عايزه ان انا اتعلم ابدا ان انا اكتب فصلين، 3 فصول، ان انا اكبر من نفسي. وبحاول في الوقت ده ان انا انمي اللغات. يعني انا اوريدي بتكلم انجليش، وبتعلم في المدرسه ايطالي، وبتعلم مع نفسي فرنساوي. الله عليك. سلينا انت يعني الكاركتر بتاعتك دي شقيه شويه، ازاي بتعرفي تهدي نفسك كده انك تقعدي وتكتبي؟ وكمان عايزه اسالك على حاجه، الموقف اللي انت شفتيه في المدرسه من التنمر ده، انت قلتي عشان واحده كانت وزنها زايد شويه، قد ايه كان اثر فيكي فانت قررتي انه انا مش عايزه اشوف ده تاني؟ طيب اول حاجه ان شخصيتي انا
بعرف ان انا في الوقت الصح ان ابقى هاديه ببقى هاديه، في الوقت الصح ان انا ابقى شقيه زي ما حضرتك بتقولي ببقى شقيه، بعرف امتى في الوقت الصح اتصرف بالشكل الصح وبعرف ان انا اظبط نفسي، وان انا دلوقتي هكتب يبقى دلوقتي ههدى ومش هركز في اي حاجه حواليا غير الحاجه اللي انا بعملها. الموقف هو يعني كان موقف مش عارفه اقول اللي تزوق حاجه زي كده، بس هو تنمر. تنمر بشكل مش مقصود، او مش مقصود، مش عايزه تبين ان هي بتتنمر عليها. فانا اتضايقت تحت اسم الهزار زي ما بيعملوا كده. شويه انا اتضايقت من البنت اللي عملت كده، اتضايقت منها جدا. انا بصراحه مش فاكره مين البنت اللي عملت كده، بس فاكره مين البنت اللي اتهزر معاها. وبعد ما البنت اللي اتنمرت عليها مشيت، بقى انا رحت للبنت اللي تم التنمر عليها وقعدت بقى اهدي فيها، وما تضايقيش الموضوع ما حصلش فيه اي حاجه، وقعدت اهديها كده. بس انا اتضايقت ومضايقتك كتبتي عنها نص مسرحي، فاحنا بنحذر اي حد مثلينا في المدرسه خلي بالكم ما تضايقوش سلينا، هتكتب عنكم مسرحيه وهتتكرم عليها وهي هتنجح يعني. برافو، دي حاجه حلوه. انتوا والله العظيم انبسطت بيكم جدا، احنا انبسطنا بيكم جدا، بنتين زي الفل يعني. سلينا 12 سنه ولوجين 11 سنه، سنة 6 وسنة 5، لكن بعقلية 2 كبار. أنا ما حسيتش إن أنا محتاجة في أسئلتي كده أهدى عليكم خالص، أنتوا جمال جدا جدا. ونتمنى إنه يا رب كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حابين إن هم يعملوا حاجة وشايفين إنه يمكن صعب شوية، أيا كان سنك إيه، شوف يعني طفلتين صغيرين قدروا إن هم ياخدوا جايزتين زي الفل أهو، جايزة المبدع الصغير. أنا حابة أختم بقصيدة، ممكن أقولها؟ أه طبعا، يلا بينا. بعنوان مصر غالية. تفضل. مصر غالية عندي وانت، مصر ليه مش غالية عندك؟ بص تلقى جوه قلبك كل شدة هي سندك، يا ابن بلدي شوف بلادك التاريخ قال عنها ايه، يا ما قالوا كتير عليها ومهما قالوا لسه فيه. مصر مش بس الحضارة، مصر مش بس الحضارة، على الحيطان مكتوب تاريخها، مصر للعالم منار. مصر أولادها تاريخها، مصر مينا مصر أحمس، مصر ناسها الطيبين، مصر أحمد مصر جردس، دير كنيسة أو حسين. مصر بتصبح عليكم على القلوب الطيبة، مصر لوجي مصر مريم نور وفاطمة قريبة. كل مصري صاحي بدري لاجل ما يعمر بلاده، لما قام الفجر يجري لاجل مستقبل ولاده. قم تعالى مد ايدك مصر بلدك للنهار، نبني نصنع مد ايدك مصر ساكنه في كل دار. مصر غاليه عندي وانت، مصر ليه مش غاليه عندك؟ بص تلقى جوه قلبك كل شده هي سندك. انا ملاحظه يا لوجي ان انت في كل بيت في اسمك فدي حلوه. مصر بخير طول ما فيها نماذج كويسه زيكم كده. احنا بنشكركم طبعا، شرفتونا ونورتونا سيلينا سمير الفائزه بجائزه المبدع الصغير، وايضا عن النص المسرحي خليك جميل ومبتسم، وايضا لوجين علي الفائزه بجائزه المبدع الصغير عن ديوان انا بنت مصر. نورتونا، شكرا لكم وكل التوفيق لكم في الجاي ان شاء الله.